يولي الوجهة متاعه إلى فريق آخر. على كل حال ثم أمور أخرى نخليها للجامعة التونسية لكرة القدم للبت فيها. وكلايتون كما لاحظوا موجود ضمن التشكيلة الفريق الترجي التونسي، ويسعى كما صرح إلى الصحافة المكتوبة باش يرجع إلى المنتخب التونسي لترجيز الصفوف. ترجع إلى رينالدو، رينالدو يحاول باش يوزع، والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق تراوري. فلاش تراوري كانديا في الدقيقة 13 تتغير النتيجة وتصبح هدف لصفر لفائدة الترجي الرياضي التونسي. كانديا تراوري، كان هجوم من رينالدو أليلوها، هرب على شوشان من ناحية اليمن، وفي القائم الأول يتبع الكرة رينالدو كما ينبغي ويسجل الهدف. ظهور يتعرض إلى إصابة بعد تسجيل الهدف فعلا تراوري. هاي الإعادة، شوفوا كيفاش رينالدو يهرب هنا، هرب على الصالحي في القائم الأول. تراوري بالرأس، بالرأس، ارتماء رأسية، خرج له الحارس عزيز لكن كان متأخر. شوفوا بالرأس في القائم الأول، هدف كان جميل.